نوريك شويه خرجنا جيت بردعين بردعين بغيت نوريك حي. شوف ثاني عاود العالم الخفي اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مشاهدي قناه شوف تي في. كنرحب بكم في هذه الامسيه من العاصمه الاسماعيليه مكناس وفي اخر تحصيل وبائي والرصد الاخير والحالات اللي تسجلت هنا بالعاصمه الاسماعيليه مكناس. كنحييكم اينما تواجدتم واينما كنتم مغاربه الداخل ومغاربه الخارج. اليوم بتسجيلات على في جميع التراب الوطني تم تسجيل اكثر من حدود 1517 حاله. تم هذا هما عدد الحالات المؤكده لهذا اليوم 27 ديسمبر 2020، وهذا حسب الرصد الوبائي لوزاره الصحه والذي تم نشره في تمام الساعه 6 ليصل عدد الاصابات المؤكده في جل ربوع المملكه الى 432079 حاله. فيما وصل عدد الحالات يعني المتعافون او عدد حالات الشفاء الى 1965 لهذا اليوم ليصل العدد الاجمالي الى 398060 حاله. وللاسف تم تسجيل هذا اليوم عدد الوفيات في 36 وفاه بكل ربوع المملكه ليصل العدد الاجمالي الى 7240 حاله وفاه. كانت هذا هو يعني بعض يعني الحالات ديال الاصابات المؤكده وحالات الشفاء اللي عرفتها المملكه اليوم وكذلك حالات الوفيات. فيما يخص جهه فاس مكناس فاليوم تم تسجيل 73 حالة مع حالة وفاة واحدة. مكناس يعني والحمد لله لازلنا في يعني كتعرف انخفاض في الحالات ديال الإصابات، واليوم تسجلات حالة ديال الإصابات وكذلك حالة الوفيات. فاليوم لم تسجل أي حالة وفاة مع تسجيل تسعة حالات إصابات مؤكدة. هذا متابعينا ومشاهدي قناة شوف تي في. هذا كان يعني التحصيل الوبائي للمملكة عموما وكذلك لمدينة مكناس، والتي نأخذكم الآن في جولة في أحد أحيائها وبالضبط حي يعني ما بين حي سيدي بابا وجعروس. أنتم معنا في هذه الجولة لهذه من بين الأحياء المعروفة هنا بالعاصمة الإسماعيلية مكناس، حي سيدي بابا وكذلك حي وجعروس من الأحياء الشعبية المعروفة. والآن غادي نخرجوا لبعض اللي يعني نشوفوا بعض الأحياء الأخرى واللي كما كتبعوا معنا مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في. ف يعني هذا الشيء كيدل هنا بالداخل يعني العاصمة الإسماعيلية كي يعني وأقولها ولا يعني ولا أجد حرجا في قول هذا الكلام. تحياتي وغادي من بعد التحاقكم معنا وكيبان لي يعني الآن كيلتحقوا بنا ناس جداد في هذه اللحظه هذه. فقد تم تسجيل 9 حالات اصابات مؤكده بالعاصمه الاسماعيليه مكناس دون تسجيل اي وفاه والحمد لله. وهذا دائما كما نقول راجع للالتزام الكبير، هذه بالدرجه الاولى الالتزام الكبير ديال الساكنه والوعي ديالها بالخطوره ديال المرض، واللي هذا الشيء كيتجلى يعني من خلال انه وضع الكمامات ومجموعه يعني والالتزام بالاجراءات الاحترازيه المتخذه في هذا الباب هذا. زائد اليقظه
والاحترافيه اللي ابانت عنها السلطات هنا العموميه، لا من الاجهزه الامنيه ولا كذلك السلطات يعني الترابيه وكذلك الرجال يعني الوقايه المدنيه، هذا الشيء كامل بمساهمه كذلك الاجهزه الصحيه. فكاين واحد العمل استباقي وكاين واحد يعني نقدروا نقولوا انه كاين واحد يعني واحد الحرفيه في التعامل مع هذه الحالات وتفريق التجمعات، وخصوصا وحنا الان في ظل اننا كنعيشوا تزامنا مع القرار الاخير، القرار الحكومي الاخير ديال يعني ديال 21 يوما ديال الحظر ديال التجوال واغلاق المحلات تمام الساعه 8، وهذه كلها اجراءات كتصب في مصلحه انه ان شاء الله في القريب العاجل نخرجوا من هاد من هاد من هاد الجائحه يعني، وحنا رابحين نفوسنا اولا ورابحين بلادنا. لهذا فكنتمناو انه ان شاء الله في القادم من الايام. تحيه لك وداد وتحيه لصفاء وتحيه لكل الاخوان اللي كيتابعوا معنا هذا المباشر. كما قلنا لكم فاحنا الان يعني في جوله في احياء يعني سيدي بابا وبرج مولاي عمر، وهي الاحياء الشعبيه والمعروفه هنا بالعاصمه الاسماعيليه، إضافة لحي برج مولاي عمر، البرج المشقوق، فهذه مجموعة سيدي بوسكري، الزيتون، مجموعة من الأحياء. وتحية لكل مكانسة أينما وجدوا في يعني أينما كانوا، فتحية لهم. وإحنا الآن يعني في الأحياء المعروفة يعني المعروفة هنا بالعاصمة الإسماعيلية. كما كنا وكما قلنا قبل قليل، فكنتمناو يعني في القادم من الايام ان شاء الله وحنا مقبلين على الحمله ديال التلقيح انه يعني ان نكونوا ان شاء الله يعني ايجابيين مع هاد الحمله اللي غادي يشهدها اللي غتشهدها المملكه ديالنا المغربيه، واللي هي اكبر حمله في التاريخ، واللي يعني الحمد لله تمت اعداد العده لها من طرف مصالح وزاره الداخليه وكذلك وزاره الصحه وكل المتدخلين يعني رجال الامن الوطني ورجال الدرك الملكي والقوات المساعده والاداره الترابيه وكل يعني كل مجند لانجاح العمليه، ورجال الوقايه المدنيه وتهما لانهم، وكذلك الشركه الوطنيه للنقل واللوجيستيك. فهنا كنلاحظوا انه كاين واحد يعني تجند، وكما كنقولوا يعني كاين واحد الحرص كبير، وهذا الشيء دائما تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله، واللي الحمد لله ابانت على النتائج ديالها، وهذا الشيء كنشهدوه الان. وزائد المبادره الاخيره يعني ديال مجانيه التلقيح، فهذه مجموعه ديال الاشياء اللي راه ما سهلاش الاخوان وما سهلاش اللي كنقولها وكنعاود نكررها يعني، وحتى المبادرات اللي تخادت حتى هاد 21 يوم واللي حنا يعني المده ديال الاغلاق، واللي كنعرفوا الاكراهات ديالها الاقتصاديه على مجموعه ديال القطاعات وعلى مجموعه ديال المستويات، لا المستوى الاقتصادي ولا الاجتماعي. ف هذا الشيء يعني عنده نتيجه الحمد لله، هي انه العدد ديال الوفيات، العدد ديال يعني ديال الاصابات ولا العدد ديال الوفيات من هنا من خلاله من غادي يبان لنا انه الحمد لله قدرنا انه بحكم بامكانياتنا يعني المحترمه والمتواضعه، واللي يعني كشفنا يعني المبادرات الملكيه باحداث مجموعه من الصناديق واحداث يعني وتوقيف الحركه التجاريه والاقتصاديه، وهذا الشيء كله فراه الضريبه ديالو ما سهلاش، الضريبه ديالو كانت غاليه، ولكن الحمد لله حنا المهم عندنا، وهذا الشيء اللي ابان عليه صاحب الجلاله صراحه، انه المهم هذا الشيء كامل هي الصحه ديال المغاربه، هي انه الحمد لله من يعني وكما شفنا هذا الفيروس الخطير، فهو ما كيعرف حتى شي واحد، ما كي ما كي ما كي ما كي يعني ما ما ما, ما لا ما كيختارش، ما كيفرش لا بين غني او فقير، او لا اللي عنده باش يداوي راه غيداوي ولا اللي ما عندوش، الكل معرض لكورونا، والدليل على هذا فهو الوفاه اليوم ديال الوزير السابق الاستاذ الوفا، فانا لله وانا اليه راجعون يعني بهذه المناسبه اللي نتمناو ليه يعني الرحمه والمغفره.
وتا هو من يعني من ضحايا كورونا. لهذا فكنتمنى ان شاء الله من المواطنين ومن كل الناس اللي كيشاهدونا ويشاهدونا الان على هذا البث المباشر كما قلنا لكم من حي وجاع روس انه انه ان شاء الله نخرجوا سالمين غانمين ومن من ما نطيحوش يعني في اليدين ولا في يعني في الزاويه الخاصه بهذا الفيروس هذا. وهذا الشيء غيتاتباش بوضع يعني بوضع الكمامه بشكل سليم بالتعقيم بالتباعد يعني انه لا ما عندي علاش غنمشي ولا علاش غنخرج من من ما نشاركش انا هاد الترونسبور ما نشاركش هاد 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 يعني هاد الحافله مثلا ولا هاد الناقله الا لاغراض مهمه وضروريه. متابعينا مشاهدي قناه شوف تيفي كنتمناو انه نكونوا ان شاء الله سوفيناكم يعني الحق ديالكم وعطينا يعني الواجب عطينا يعني الحصيله الوبائيه ووجهنا يعني يعني لمن يهمه الامر وهذا كيهمنا كاملين ان شاء الله. نتمنوا لكم الصحه والعافيه لكم والاهل ديالكم والمغاربه الخارج كنتمنوا لهم ان شاء الله عوده ان شاء الله يرجعوا لنا حتى هما سالمين غانمين. وهذا الشيء اللي غنتمنوه ان شاء الله في قادم الايام لانه مساكن دابا كتعرفوا بحق الغربه والناس اللي كاينه اللي عامين ما قدرش يجي وكاين اللي توفوا لي الاهل ديالو توفات يعني افراد من الاسره ديالو ما قدرش يجي يدير حتى واجب العزاء ولا يودعهم الوداع الاخير وهذا احساس صعيب شويه. كنتمناو ان شاء الله انه الناس ان شاء الله نتمناو من الله سبحانه وتعالى انه يرفع لنا شر هذا البلاء والوباء وكل شيء يرجع للمياه وترجع المياه لمجاريها ونرجعوا لبلادنا ولبلادنا الحبيبه والعزيزه اللي كل شيء يعني راه ما كاينش لا اللي فيها ولا اللي خارج منها راه ضروري غادي كيشتاق ليها وكيبغي يرجع لبلاده لان هذه البلاد عندها طعم خاص. المغرب المغرب بوحده ماشي كيباقي البلدان. نتمنى لكم الصحة والعافية وأمسية سعيدة وبعد قليل سيتم إغلاق المحلات سوف يعني لا تفصلنا إلا 7 دقائق غادي تكون إن شاء الله. شكرا لك أخت وداد شكرا لك للا صفاء غادي تبدا الغلق ديال المحلات وهذا الشيء اللي غادي نحييو عليه كل التجار الصغار ولا يعني أصحاب صالونات الحلاقة ومحلات البيع يعني بالتقسيط هاد الناس يعني اللي بوسطاء الناس اللي كتعتمد على الدخل اليومي كنتمناو لهم يعني كنشكروهم بهذه المناسبة وكنتمناو لهم إن شاء الله في القادم الايام انها تقاد الايام وترجعوا المياه لمجاريها وهما اللي يعني كتحس بهم يعني بالرغم من يعني الضرر الاقتصادي وهاد الاكراهات فهما يعني اول الملتزمين في تمام الساعه 8 كيغلقوا المحلات ديالهم. شكرا لكم متابعي قناه شوف تيفي تحيه لكم اينما كنتم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.